أكد المدير العام للجمارك قدور بن الطاهر لدى إشرافه على تخرج الدفعة 16 لضباط الفرق من مدرسة ضباط الجمارك بعنابة، أكد على أنه تم الشروع مع المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر، خاصة مع البنوك من خلال إدراج تسهيلات العمل الميدانية وآليات جديدة للرقابة الذكية. عبد الناصر جلال رصد ذلك. هذا علم مدرستنا، هذا هو علم. هناك تنسيق، بدينا بالتنسيق يعني لا كورديناسيون انستيتيسيونيل دابور. دون اون دوزيام ايتاب نو افون اونتامي اوسي لا ريلاسيون جالي دير لا كورديناسيون افيك لو موند ايكونوميك مع العالم نقول الاقتصادي المحيط الاقتصادي تاعنا. بدانا شرعنا في العمل مع البنوك، شرعنا معاهم.